درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك، كفاحك، طموحك، درتشتنا على أحلامك، قوتك، سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك، دارك وعائلتك. لو كان يجيبولي في دي المرجان وديامونت العالم وقصورات زمان وسلاطين الدنيا يحطوني سلطان لنبعد لنحيد عن زين التبسيمة كل دقيقة عيد فاحضانك يميمة يميمة لو كان يجيبولي في دي مفتاح حل كنوز الدنيا نتهنى ونرتاح ونولي أسطورة بالليلة وصباح ونولي أسطورة بالليلة وصباح ما ننسى الخيرات من يدك الكريمة كل دقيقة عيد بحضانك يميمة يميمة مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بنا في الاستماع نذكركم انتم في الاستماع للبوند اف ام 93 محلاها كي نبداو هكا بغنية تخص الميمة خاصة احتفالا بعيد الأمهات في آخر أحد من شهر مي في تونس نحتفلوا به كل آخر أحد من شهر مي نحتفلوا به هذا باش يكون محور موضوعنا في درتشتنا لليوم تحية لكافة الأمهات اللي تسمع فينا إن شاء الله ربي يرحم الأمهات اللي توفي وتليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-288-289 إذا كنت حابوا تتصلوا بينا وتدخلوا معنا كلكم سوا تهنيوا الأمهات متاعكم وإلا زادة كيف تحبوا تربحوا عنا برشا كدويت للربح تستنى فيكم وكيكا تهديوهم لميتكم العزيز عليكم كيف العادة درتشتنا من توا حتى المساعتين بيانسور منكونش كوتي ميكرو وحدي مرافقيني كيما هكا سمعتوا بداية بصوت حمزة بالشيخ مرحبا حمزة عسلامة مريم صباح النور في النهار هذا النهار فيه كما يقولوا فيه النهار مزيان بدي يتزرع هكا ترافق النوار وريحة الورد ريحة الورد فايحة وريحة ماتنا فايحة وإن شاء الله اليوم باش بالحق باش نكونوا معاكم متواجدين معناها باش نوفيوا حق ماتنا الكل باش هو إن شاء الله نوفيه حمزة هو معناها الكلام ديما ما يوفيش وما يوفيش ولا أنت مش تحضرنا بعد عنا خواطر حاجة مزيانة برشا حاجة مزيانة كما قلت أنت إن شاء الله نكفيه بها ونوفيه بها إن شاء الله أكيد معنا زيد بجنبك تقوى الملايح ديما فك لي زاستوس هكا تجينا ناتشوغيل بور فو مرحبا بك وفيك مريومة إن شاء الله اليوم زيد عنا تكملة متاع الروسات متاع الأطخفوة على التحويقة وعنا شوية نصائح كيفاش مش ننتقلوا من الكونفنسيونيل المش طبيعي للطبيعي هذه حاجة مهمة برشا إن شاء الله في الموضوع مرحبا علي الدين عمري مرحبا مريم مرحبا تقوى مرحبا حمزة أحسن حاجة نجمو نبدأ بها صوت حمزة سيرتو كيغني على الميمة في نهار كيما قال لك نهار كيما اليوم وفي وقت معناها اللي نحتفلوا معناها بعيد الأمهات إن شاء الله ربي يرحم كل ميمة ويخلي كل واحد فينا ميمته وكما حمزة بدينا حاجة بزيانة إن شاء الله زيدا تعدى الحلقة كاملة مزيانة بصوته البيني وبالزلي ربريك متاعنا الكل أنا نوستالجيك على خير الغناية مع حمزة ذيك الانطلاقة مع حمزة معايا في الديريك كنت ذاكر حمزة في متينة الحياة دونك وقتها انطلقنا بالغناية ذي لقى تفاعل كبير وقتها دونك البداية كانت بالغناية هذية تحية أي تحية لكافة الأمهات مازال باش يسلطن على الأغاني برشا على برشا أغنية هكا مريم اليوم حلقة راي سبيسيال على الآخر
بربي السادة المستمعين واللي يتفرجوا زاد في الباج وكل شيء، خليكم ديما برانشي، راهو فما برشا حاجات مزيانه اليوم، راهي حاجات سبيسيال على الاخر. ومادام نجيب اجري ديما ننسيوش شكون حاضر معنا في الحكايه وربيه اليوم، المثل نتاعها طيب عيد الامهات باش يكون يقولك اعمل يا خصيب تصيب، هذه اللي باش نستناو مع مادام نجيب اجري كيف العاده في ساعتنا ثانيه. سينو كاملين معاكم انتم بيان سور باللي روبريك باش نستناو فما ديز ايفينمون عليه نحكيو على المسرح مهرجان المسرح الحديث، فما شويه ايفينمونات في القروين وهكا معناها البلايص الاخرين نبي مازلنا عنا برشا ما نسمع ذيك. علاش نقول لكم مرحبا بتليفوناتكم على 70-035-120 ولا 77-88-289. اذا كنت حابوا تدخلوا معنا وتربحوا فما برشا كدوات للربح، ذيك علاش نقول لكم خليكم برونشي. سينو نوفل شرطاني في الاخراج تقني للحصه احمد الشفار اللي مامن لكم الديجيتال، ومريم منصوري كوتي ميكرو تقول لكم ما تبدلوش الموجه، مازال عندكم ما تسمعوا في درتشتنا لليوم، خليكم برونشي على 90-335-120 ولا 77-88-289 احتفالا بعيد الامهات. تنجموا تهديوا كادو لامكم والعزيز عليكم بيان سور بالمناسبه هذه. وزاد اللي حابوا يقدموا تهاني مرحبا بتليفوناتهم، مازالوا مع موصل معايا علي دي العامري حمزه بالشيخ وتقوى المليح. وكيف العاده بدايتنا هيك تكون مع تقوى بالليزاستوس ناتشورال الوصفات الطبيعيه. كنا تقوى مرة اللي فات تعطيهم حكينا برشا، قال علي حكينا برشا في الوصفات تساعد دونك حكينا على لي سيغن. اليوم قلنا احنا برشا الاسئله اللي تتطرح قلنا احنا لازم نحطهم في الاطار. قلنا علاش واحد كيستعمل وصفات طبيعيه يقول لك انا استعملت وداومت، واحنا الكلمه اللي اكدنا عليها هي الدوام. قلنا باغ كونتخ ما تمشيش مع الوصفات، يقول لك انا عملت البامبويل قاعد نعمل في كل شيء لكن مانيش قاعد نلقى في ريزولتا، فما اسباب للحاجه هذه تقوى الاداء. وي اكيد ديجا ما رفتت احنا حكينا قلنا لازم كلك سوا البو والا شوفو شعرنا والا وجهنا البشره نتاعنا لازم نحضروها للطبيعي. علاش؟ على خاطر الشعر باللي شامبوان اللي نستعملوا فيهم، باللي سيروم اللي نستعملوا فيهم، بالكوافاج معناها البلاك كل شيء قاعدين نغلفوا في الشعر. ديجا لي شامبوان الكونفونسيونيل الكل لا بلوبار فيهم سيليكون. السيليكون هو ماده هذا شنو تعمل؟ تغطي شعرها تغلفها دو تيل سورت باش تغطي التكسيرات، تظهر لك اسبي شعرك محليه ومعناه سوبل كوا سوبل كيما الكيراتين كيما البروتيين كيما البوتوكس اللي يستعملوا في اللي يعملوا فيهم، يعطيك انه اسبي انه شعرك ولا ارطب ومحليه مي هو مغلف شعر ابيمي تاعب مكسر اما مغلف كوش نتاع سيليكون. دو تيل سورت ديك مش تعطيه انت حاجه ناتوريل حاجه مغلفه، فما كوش متخليوش ماهوش قاعد ياخذ في المنفع ما ينجمش يتغذى. لي بامبويلي تعمل فيهم شيء ابين في الكيو شوفيلي في جدره الشعر هي اللي تاخذ لي غاسين تاخذ شويه سينو الشعر ما ياخذش فيه. هيك علاش فما حاجه اسمها ترانزيسيون كابيلير، هي مش التحويل من الكونفونسيونيل ولا بيتروشيميك للناتوريل للطبيعي. هذا باش نعملوا اسمها فاز دادابتاسيون، فترة التأقلم نتاع الشعر خاطر ما نجموش طول من الكونفونسيونيل ناتوريل الا ما نحضروا الشعر. هيك علاش حبيت نعطيهم كيفاش يحضروا شعراتهم باش المرة الجاية كيفاش نعطي دي روسيت للشعر يبدا تق الشعر ديجا حاضرة. فوالا احنا تو نحكيو على الشعر، باش نحكيو على الشعر تقهم. اسكو نفس الكونسيبت يمشي على البو نتاعنا؟ نفس وي وي مش نفس لي روسيت مش نفس الدرجة مي نفس الكونسيبت انه فما حاجة اسمها ديتوكس ترتح بتحضر لادابتاسيون تصير في الزو في البو اسهل وخاطر مش كي تتغسل ديما وفما تونيك وفما معناها ما تاخذش برشا وقت كيما في الشعر. خاطر الشعر احنا بحاتيك ما نستعمل شامبوان ديما قد عندنا سنين نستعملوا في لي شامبوان من غير نثبتوا اسكو سيليكون، حتى راهو الناتوريل لي شامبوان اللي تاخذهم ناتوريل يقول لك سون سيليكون سون بارابين سون سيليكون سون بارابين الاغلبيه راهي ماركتينغ معناها ثم لا بلوبار ماركتينغ. تحب تثبت وتعرف انت الشامبوان تاعك اللي باش تستعمله فيه والا لا عندنا ليستا احنا اي تو اونتخ تو يحط لنا احمد الليستا نتاع لي زانغريديون نتاع الشامبوان فما يعرفوا تقلب دبوس الشامبوان وتشوف لي زانغريديون نتاعي اسكو فيها هي وحده من لي زانغريديون هذوما تعرف انها هيك راهي ماهيش ناتوريل 100% معناها لو في تلقينا انغريديون من لي زانغريديون اللي موجودين هما لي سيليكون كان هذوكم هاكا الليستا تحتها لي ديريفي دو سيليكون زاد فما الليستا تحتها لي سولفات كيف كيف لي زويل مينيرال كيف كيف تتلقاو الليستا تحتها لي زالكول ديسيشون
تلقاها تحتها زيادة البارابين الكونسيرفاتور دونجيرو واللي كولوران واللي فيلتر يو في. هذوما الكل تشوفوا تلقاو واش انغريديون من هيكم موجود في دبوس الشامبو نتاعي. فوالا دونك معناها اللي هو يحب لهم تركيز الحقيقه باش يعرفوا ما هو لو فيت مكون وحيد من المكونات هذوما اللي موجودين لسه نجموا يرجعوا على الباج اوفيسيال فيسبوك باش يلقاوها على الستريمينغ لايف. دونك ان شاء الله نجم يعملوا دي كابتور ويشوفوا يثبت بالدبوس الشامبو باش يمشي تشريها تحط الليسته نتاعك وتشوف ايش فيها هذيك ولا لا. نبيلي سامحني تقوى جيت شنو نقول لك معناها انا الشامبو اللي تقرا فيه الكل ما ريتش كلمه سيليكون اما تو في لي زانغريديون اللي وريتهم انت يبدا ديما موجودين سيركو السلفات وكل يبداو موجودين يبداو مخبين هما شنو ولاو يعملوا الناس الكل تو انتبهت البارابين مضر السيليكون مضر يحطوا لك لي ديريفي نتاعو وما راه حتى حد ما يعرف الديريفي نتاعو معناها ما يراش كلمه سيليكون ياخذوه هو مطمئن ياخذوه مطمئن هيك علاش انا عطيتكم الليسته تولي تثبت وتشوف اسكو في حاجه من هذوك ولا على خاطر الفاز نتاع الادابتاسيون هي بازي من الاول على انك تستعمل شامبوان ناتورال داكور مش نعمل 5 شامبوان ابري 5 شامبوان ناتورال وقتها البو ديجا الشعر ديجا تبدا حضرت وقتها نبداو نستعملوا في نعملوا الجومال نعملوا ديتوكس نتاعنا الكور نتاع ديتوكس نتاعنا كامله هكا استحضروا روحكم حمد نعرفكم مدوي بشعر حمزه حمزه وعلي دونك فوالا هي صديقون شعر شعر الدوري نتاعو من 3 سمان 4 موا انت والكور كامله معناها داك احنا تو باش نحاولوا نعطيوهم معناها دي شامبوان اللي يعملوهم في الدار كيفاش باش تكون لا هو لي شامبوان سوليد والكل بعد ان شاء الله باش نعطيو الوصفات نتاعهم انا طبعا الشامبو ناتوريل هذوما هذا الشامبو ديسپونيبل ديجا موجود موجودين مش موجودين في برشا بلايص في لي فارماسي الكل ان شاء الله تمشي تلقى تطلب وتشوف ثبت بين فوالا لكن هذه معلومات مهمه نحسهم كل ما انتريسي حتى احمد ما غادي انتريسي بالشعر دونك فوالا معلومات مهمه دونك هذه الفاز دادابتاسيون باش تخلي الشعر نتاعك يتاقلم اذا كان وقتها تقول انا ها وشعرتي علاش هذا هذه معني دونك من الاسباب علاش تقول ما مشاش معايا حاجه ناتوريل وعلاش الشامبو هذيك ما مشاش معايا باغ كونتر واحنا نعرفوا فما معني معلومه ممكن صحيحه لي تقوى يقول لك لي شامبو ناتوريل ما يرغيوش برشا هذا يقولك شفتو من الاول اي الاغلبيه لا فليبا توا ولاو خدموا خدمه باهيه في لي لابوراتوار ولقاو كيفاش معناها الطريقه خاطر هو بالنسبه لينا احنا اذا كان شامبوان ما يراغيش بالنسبه لينا ماهوش شامبوان ما نقتنعش اي فوالا هي معلومه غلطه اما احنا في الثقافه نتاعنا شامبوان ما يراغيش برشا بالنسبه ليهم معناها ما يمشيش معاهم سورتو نسمعوا احنا لي تيموانياج نتاع اللي يستعملوا في لي شامبوان ناتوريل يقولك انا كي خديته المره الاولى ما يراغي ما نحسوش معناها باللي نحط الكونتيتي ما نحسوش يراغي مي باغ كونتر نحسو ينظف احنا لوتيليتي الواحد يستعمل في شامبوان علاش باش شعره ينظف مش فوالا معناها اذا كان هو ينظف شعره وما يضر لي شعرتي ويحميها علاش شويه بارفيومي كهو معناها هذاك الاوبجيكتيف هذاك هو الاوبجيكتيف فوالا ان شاء الله المره الجايه احنا باش نعطيوهم ان شاء الله حاجات كيفاش ولي والكور نتاع الديتوكس كيفاش باش تكون لي غوماج ولي بان دويل خاطر ابري باش نعملوا لي زيتاب ترانزيسيون ادابتاسيون بعد غوماج باش نخدموا الكور شوفولو ومن بعد لي بان دويل اون باراليل باش نخدموا هكاك باش نصح ونحب نحضرهم نفسانيا راك باش يتنحى السيليكون تنجم تحس كاليتي نتاع شعرك خيبت اش تقول انا يا اخي نعمل فيه بالشعر يفسد باش حاسه معناها لازم تصبر على خاطر الكوش اللي كانت مغطيه حقيقه شعوراتنا باش تتنحى لتي صورت اللي شعرها مكسر اللي تعب باش يظهر تعب اكثر على خاطر اكيد تغطيه وكل شيء باش يبين على حقيقه الشعر مش تحت التغليفه باش نجمو نصلحو كيما باغ اكزومبل كيما حيط باش نحي راك تقشر باش نجم تخدم خدمه جديده وعلى نظام باش تخدم خدمه على قاعده يولي الشعر نتاعك ديغاب اللي في نتاعو يقعد ديغاب خير من اللي ها مغلف بالسيليكا يولي السوكس نتاعو ناتوريل وسان ويبدا حي هكا وصحي شعرك يولي صحي اكثر من وديما الصبر اللي اكدنا عليه في الوصف الطبيعي الصبر الدويم ما اذا كان ما نفعتكش راه على الكيراتين والبروتيين والديتوكس راهم بحق تقتل في شعرك قالي بحاجك ما شباب توا كلهم يستعملوا امبريكو ولا ترجع شعرك هيلثي سوب النورمال
ومن غير لا تقتلوا ما غير غعيش بعد قدام من عام ولا شهر يتيح واللي برشا برشا لازم في نيجاتيف ديزيرابل اللي على طول المده راهو ترهته ومحليه وكلك على طول المده التاثيرات نتاعو تكون كبيره. هكذاك علاش احنا باش نعطيو ان شاء الله المره الجايه ديزاستوس كيفاش يحميو شعوراتهم. كنت تعرف شويه المعلومات هذيا على الحقيقه كنت اني نهرب من اللي كما قلت لها نهرب من اللي شامبوان اللي على اساس فيهم معناها السلفات والكل لما كيما عطات هي ليزانغريديون خاطر الحقيقه كنت نقرا معناها من فوق ما فيش السيليكون ما فيش كذا اوكي سافا سي بون معناها هو موجودين الاخرين كل طاقه عندك نوع فويتان ديريفي معناها تاع السيليكون دونك نولي نولي نثبتوا انا مريم انا مريم زيد راني نطلب الليست تاع ليزانغريديون عندي مشكله عندي تولي اذا كان ساعدك شامبو هذاك سي بون تكمل بيه هي مره الاولى شوا في المره الاولى تهز دوكم تعمل ديكابتور وتثبتوا بعد ماني مادام بيك واش ديما نفس الشامبو تبدل بدل فما سيكل ومن بعد بعد ما نعمل شامبو سوليد بعد تولي اكو شري وحدك تو ما عادش تبدل مع تقعد بشوي تولي اكيد الناس الكل تولي تعرف شنو هي الحاجات اللي لازم تستعملوا خاصة في كوتي متاع شعر وإلا البشرة تاعنا ديما ماشي لنا الحاجات الناتشوغيل الحاجات البيو اللي باش تعاونكم ونبعدوا توسكي معناها مصنع وتوسكي نجم يضرنا خاصة حكينا احنا على زيفي انديزيرابل ولا قدر الله الأمراض السرطانية اللي تنجم تأثر حتى على طول المدة وهذه سبب تفشي الأمراض فينا الناس كل احنا مازلنا باش نواصلوا معهم حتى المساعتين باختيغ من ساعتنا فيني باش نبدو ناخذ معكم في تليفونات تستنيو خواطر مع حمزة سينون زيدا مع علي كيف كيف مش يعطينا أهم شوية ليزيفينمون الموجودين ومدام نجيب إجليدي باش تلتحق بينا حكاية وروية أعمل يا أختي تصيب قيلولة قال علي قيلولة كهو سيبون قال علي قيلولة مدام نجيب تنجم تتكلم خاطر كنت تمشي اليوم يتسمى مروح شوية حقيقة النهار فوالا كانت تمشي مرحبا بيك مدام نجيب عطاير خبيناك مرحبا بيك تو بعد نمشيو معاك اكيد في الغوبريك نتاع خاطر يستناو فيها برشا اما شنو خلينا نمشيو مع علي احنا قلنا المره اللي فات علي حكينا على مختلف في فعاليات مهرجان مسرح الحديث عندنا اليوم اللي هو الاختتام معناها الفعالي تاع المهرجان فما مسرحيه الصندوق الاسود نتاع سي محمد سيح العويشاوي فما الاختتام فما توزيع الجوائز على المترابطين وتوزيع جايز تحسن ممثل وحسن ممثلة وغدوة فما مسرحية اللي كما قلنا متاع الصغار سي هارون لازم يمشي راعي السحراء ترينس تاع هارون لازم يمشي ما يخليناش رايدين هارون انتي ديجا شفتو معناه نحبو هكا يكون كلم شوية كمي من الصغيرات ينجموا يتفاعلوا وقتاش الانطلاقة متاعها باش تكون في غدوة 10 متاع الصباح راعي السحراء في دار الثقافة تبع مهرجان مسرح الحديث الاختتام هذا الاختتام بالنسبة لمهرجان مسرح الحديث فما زاد مهرجان بتاع تياترو مزيان في مساكن مهرجان أيام علي مصباح مسرحية يبدأ في دورته 14 في دار الثقافة علي بن خليفة مساكن يبدأ من 26 إلى 29 ماي يوفى غدوة زاد مهرجان به فيه برنامج أغنية شوية تابعت شوية مع مهرجان مسرح الحديث الحقيقة شوية خدمة مزيانة فما حضور قبل جماهير يخاطر فيك احنا قلنا مسرح معناها في قرين مش برشا فما حضور أموال الناس اللي جاية تفرج في المسرح معناها ترى الناس جاية تفرج في المسرح فيهما معناها مسرح تتفرج في المسرح تفهم المسرحية الأهم في مهرجان مسرح الحديث رؤية الناس تناقش المسرحية يقعد المخرج وطاقم العمل ويناقشوا الحضور ويقعدوا يتناقشوا في المسرحية سورتو مسرح مسرح معناها فما رموز فما برشا حاجات فما لعبة فما رسالة لازمها توصل في الآخر من المسرحية هذيك خاطر فما برشا عباد سورتو ما يفهمش في المسرح ماهوش الدومين نتاعو ينجم يمشي المسرحية يقول باغفوا المسرحية ما عجبتنيش لكن هو ماهوش عارف معناها الطابع النقدي نتاع المسرحية هذيك وين يحب هو مهرجان المسرح الحديث على باز من الأول معناها توا سنين مهرجان المسرح الحديث أي جيبوا مسرحيات اللي يبداو مسرحيات جدد نتاع لي سنتر دراماتيك اللي موجودين نتاع الفرق المسرحيه اللي موجوده في تونس ويجيو فما ترابوسات اللي ديما يقوموا بهم الساده في المسرح معناها كبار معناها كيو فتح العقيري الزعايبي معناها مهرجان المسرح الحديث ديما لي ستاج نتاعو يكون سيسامي نصري زاد كان المره هذه شارك المسرحيه ما كانش عنده تربص اما في العاده يبدا عنده تربص وابار المهرجان يبدا ديما فما حلقات تاع نقاش بعد كل مسرحيه هذا الكونسيبت مع مهرجان المسرح الحديث ابروبو قيت لي زيفينمون فما غدا بمناسبة عيد الأمهات فما حفلة نسائية في فضاء خاص في المنار في قروين زاد حفلة مزيانة وكل الدور
اللي هي احتفالا بنادي فرقة الماس حمزة، فرقة الماس نادية خالصة يعني. حاجة مزيانة الحقيقة. مدامنا زيبة تنجم تمشي فما طاقه تنجم هو حفل نسائي الحقيقه للامه هي هو عنده ديجا نظموا زيد في وقت ما عندهم جمعتين تقريبا التالي نظموا زيد حفل نسائي كان ناجح حاجه مزيره تصاور الحقيقه برشا اي برشا نساء حضروا للعرض هذايا وكانوا شجعوا على مثل هذا الظهورات وعلى شيء نكون نشوفوا في ولايه القيره وين فما حاجات كيما هكاك حاجه باهية حتى يعني انا الحقيقه انا مانيش سكسيست ما نحبش حاجه نسيه ولا حاجه فيه لما نسيت مسي اخر خليكم انتم رجال ما فما شكون يحب الصغار وما تنجم تمشي كانك ما حقها انا حكيت على موقفي انا ما حقها انا معاك راه نسندك واقفك مي فما دير فما شكون تحب تمشي تولي حاجه باهيه هو للامانة اللي اسمع عملوا ديفولمون كيكا باش نرتاحوا من الرجال نرتاحوا من الصغار ديفولمون سي بون معناها خلينا هكا واحنا قلنا المره اللي فاتت قلنا التاثير نتاع المره ذاك المراه نفسانيا ما هيش مرتاحه راهي ما هيش مش تعطيل احسن راحه تبعد شوي برا مسي مريره في الشهر الليله زاده فما حفله مزيانه وعامله بوز شويه في تونس اللي هي فما حفله نتاع روبي وديسكو العربي في احدى المجال الخاصه في جهه سوسه فما زاده لي تورني اللي حكينا عليهم تاع اليوم مريره سافواغ الناس الكل نجم يمشيوا لها والا لي اكسيسيبل مش متناول الجميع يسهروا ينجموا يمشيوا يمشي يتفاعل يمشي يتفاعل خلينا في العروض اللي نجموا اللي متناول الجميع وكيما حكينا فما عروض لنسيه هي عروض ما يحبش هو ما يحبش يفوت حتى حد جوست عليه هذوما تقريبا عليه مختلفين فما عرس شبابي هما فما لي تورني حتى حكينا عليهم نتاع يوم وبولترا وجانجون مش نعطيو لي داتا خاطر مازال انا علي نستنى في يوم على الحقيقه نستنى في انا فقط قالك عندنا تليفون في الانتظار نكملوا الحديث نتاعنا احنا بمناسبه عيد الامهات بيان سور باش نوفروا لي كادو للناس الكل هكيك يمشيوا يهديوا للي مامو نتاعهم واحتفالا بعيد الامهات تو اتون تفاوضوا كل واحد يقول شنو باش يهدي بيان سور بعد معناها نشوف هكا ناخذ حتى اراء من بعض مادام نجيب تبارك الله شي جهه برشا كادو برشا كادو اليوم سام دبار شهر وصغيرات عندي عزيز ربي يفضلهم ونهارهم لو كان ما يجيبوليش هكا بعد نحيو في نهارهم كان ما يجيش الكادو حاضره معنا بار تليفون عبير مرحبا بك على موجة راجل الحياة فان عسلامة مرحبا بك اختي مرحبا منين تكلم فينا عبير انا من قروين مرحبا بك وكل اهالي القروين تسمع فينا هكا برونشي معانا معدل الموجه شنو احتفالاتك بعيد الام فنحب قبل كل شيء نقول لامي يا ربي خليك ليا وان شاء الله كل عام وانتي بالف خير وكل ام تحرمت من كلمه امي انا راني بنتك وربي فضلك وتبقى تعيش في قوسنا الكل حتى ولو ما عندكش معناها شكون يقول لك الكلمه هذه وتحرمت منها كل ام توفي يا ربي يرحمها والامهاتكم انتم ربي يفضلكم امهاتكم والاموات ربي يرحمهم امين يا رب ان شاء الله ربي يرحم الامهات الكل ويفضل الامهات العزيز علينا خاصه ما تحس بنعمه الام فما بعض الناس ما يحسوا بالنعمه كان كي يفقدوا امهم ويفقدوا كسند هذيك اكيد تحب تهدي انت كادو للوالده نتاعك عبير اكيد ماذا بين هديها الدنيا الكلين اكا واحنا مش سهل عليك بكيكا ما تقعدش تمشي وتلوج على الكادو فريقي جي سيمشي وفر لي كادو ان شاء الله جاوبنا على السؤال احنا مش نسهلوا لو ماكسيمم بكري كنا في مفاوضات مع جماعة اللي معايا هوني قالك خلينا نسهلوا لو ماكسيمم كيكا الربحوا الناس الكل السؤال المطروح بالنسبة لي كنتي عبير وقتاش نحتفلوا بعيد الامهات في تونس خاطر هو يختلف بين البلدين العالم الكل كل بلاد وشنو الاحتفالات نتاعها احنا في تونس وقتاش نحتفلوا بعيد الامهات اخر احد في مايو هذيك هو اخر احد في مايو مبروك يا مريم يا عايشك مرحبا بك انت يا عبير ومبروك عليك تنجم تجي تسلم الكادو نتاعك من عند فريقي جي اس ام وكيكا تعرف شنو الكادو نتاعك مش ديريكت مال فريقي جي اس ام ويعطيك الكادو اللي باش تربحه للوالده نتاعك انت هيك جاوبت على السؤال ما عنا عليه هنية ماشي في بالو قال اللي هو يسخايب قبل كل 29 مايو 29 مايو نذكركم الاحتفال بعيد الامهات في تونس ديما اخر احد في شهر مايو 28 27 29 اللي ويتي مع اخر احد حد في مي ليش كنت توجه تحية عبير سي بون انقطع الخط
انقطع الخط. مبروك عليها يا ربحت من عند افريقي جي اس ام. ما هيك تفرح الوالده نتاعك بالكادو؟ هو هي ماهيش مربوطه بنهار والا زوز والا دات معين، هذا سامبوليك في دات اللي الناس الكل في العالم يحتفلوا بالميت. ما على فكره على حسب ما في بالي ان الفدي ميت ديجا من اكثر اللي فات اللي تنجم تكون الوحيده اللي لا يحتفل بها في العام كله. كيف في لبنان؟ لا يختلف في لبنان في اي في لبنان في شهر مارس تقريبا حاجه كيما هيك. دونك فما دو دات هما، فما شكون يمشي في 9 معناها في 19 في 19 يمشي في اخر احد في ماي، وفما دات اخر تو بعد نعطيك كونفيرماسيون شنو هو الدات بالنسبه لشهر ماي. الاحتفالات موجوده، ساعات الاباء يعيبوا اللي هم فماش عيد اباء اللي هم ماي، فما عيد اباء هذه لازم ناكدوه لهم. دونك يستنوا ما يصيرش حدا كان صغير ما جاتوش الفكره، الراجل فيها بيسره ويمشي يقول لصغير وهاي نشري كادو للولد. ما خاصني نفهمش معناها كي بدا صغير لازم لازم يجي. نوفل تحيه لمدام بسمه الجراي، هي تشكيت من نوفل قالت ما جابلهاش حق الملح. دونك يستنى توا مازال عيد الامهات، عنده في دي اقل من 24 ساعه من الغدوه لازم يشري كادو. هاكا هذيا تصريح في المباشر. انا قلت لك راني باش معناها عقابا ليك نوفل، خاطر انت قلت مش ياخذ لها قال الحق الملح. ما هي تشكيت قالت نوفل ما خذلهاش حق الملح في رمضان، هي تصنف له وتطيب له وتحط له، هو ما دلهاش. دونك فوالا نوفل معناها ما عليك في ديك تقصير، هذا اقل نوفل. من 24 ساعه لازم هو الكلام يمشي منه نهار وقاعد يسمع. مدام نجيبه مرحبا بك، واش نرجعوا لك في حكايه ورويه اللي من بعد. احنا قلنا خذينك عطايه نستني فيك وقتاش تكمل وتصلى عاد باش تبدا معنا هكا ليميسيون من الاول والتفاعلات معنا. شنو حيل صغيرات ساعه اليوم مدام نجيبه؟ في الصغيرات بتاع المكتب محلاهم فرحانين، اجواء احتفاليه زاده كبيره، اوراق المكتوب عليهم بخط يديهم كيفك البراءة نتاع الطفوله لامهاتهم. عملت فيديو انا ديريكت بادره منها اتصلنا بالامهات وكان فما التفاعل، فما تاثير، فما شكون بكى، فما شكون حاسيلو، كانت حاجه حلوه مش ايموشنيل. فوالا هذا هو، نستنى في العيله عاده في الليل. مش نستني اليوم الكل متصل جي كادو ولا ما جاش كادو التقرير لازم هكا انا تاخذ الكونترون دو غدو، شكون جي كادو وشكون ما جاش كادو. وبيان سور خلي دندن حمزه شويه يصيرش نوفل. هي المناسبة باش نخرج احنا للموسيقى، هي المناسبة خاصة لازمنا نعطيو نوفيو ان شاء الله نوفيو حق الأم. مادام نجيبة فاتتها بك الأغنية نزيدو حاجة أخرى على الأم، حاجة ياسر مزيانة. راني مغرومة بصراحة في الأو في الأو في دندن هيل، أعطينا توا أغنية أخرى وبعدين بعد باش دندن مادام نجيبة. الله يبارك الله يبارك. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنينا، بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينينا. تيرا دا 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 تيرا دا 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 دا. الله يخليكم الله يخليكم لينا، بيكم الدنيا حلوة والله حلوة وزينة. الله يخليكم الله يخليكم لينا، بكم الدنيا حلوة إن شاء الله حلوة وزينة. تعيشوا الاثنين في مم العين، بكم الدنيا تزهى وتحلى في عينينا. شوار في درتشتنا على عيد الامهات لليوم، خليكم برونشي على 93 حكايه ورويه بعد شويه. اعملي يا خصيب تصيب معكم درتشتنا، وكيف العاده في الوقت هذا حكايه ورويه. حكايه ورويه حكايتنا ورويتنا كيف العادة مع مدام نجيبة جلي. مرحبا بيك ساعة. مرحبا مريم من جديد، دوكا بكري خذينك على الطائرة، مرحبا بيك. اليوم المثل متاعنا في التيم اللي نحكيو فيها احتفالا بعيد الأم، هي تثمينا لدور الأم خاصة كيفاش في العائلة نتاعها وإلا في المجتمع. ومثلنا يقول اليوم أعمل يا خصيب تصيب. يا سيدة يا مادة، يدلني ويدلكم للخير والشهادة. أول ما نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكيتنا اليوم من الصحراء، الصحراء العربية، أرض المجد وأرض مكارم الأخلاق. يحكيوا
من جملة ما يحكيه أعلى أعرابي كان من سكان الصحراء، يسير مع العرب متاع البادية عشيرته أهله، يسيروا للأراضي الخصبة اللي يلقوا فيها الأكل والشرب ليلهم وللماشية متاعهم. هول الشاب هذايا متزوج من بنت عمه وعنده أمه مريضة بكن للنسوة يقولوا نحن أزايمر، تنسى وديم على فمها ولدي وين ولدي، نحب ولدي حذايا نهار طوله هي ولدي ولدي. الشاب هذايا تقلق، قلقته كثرة اهتمام أمه به وسؤالها عليه. نهار قررت القافلة باش تشد الرحال المنطقة أخرى فيها أكثر عشب وفيها أكثر اخضرار باش الماشية ترعى. تلفت المرض وقال لها اسمعني، نحنا مش نشدوا توا الرحال ونتوجهوا لأرض أخرى، فرصة يلزمني نتخلص من أمي. قلت له كيفاش مش تخليها مرة كبيرة وحدها؟ قال لا غالب، ولت تحشم فيا قدام العشيرة متاعي ونهار كله هي ولدي 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 وما تسكتش وتتكلم وحدها برشا، قلقتني الحقيقة. نخليوها ونهيك القافلة تسير، نخليوها في الأرض هذية كان عاشت وجيش كون أنقذها هانوة، ما كانش ليلي وليلها ربي ويهز مولا لمانة أمانته. قتلوا اتهنى، هذاك هو اللي مش يكون العمل. حزموا أمتعتهم، لموا رحالهم، لموا مشي وقصدوا ربي على الخيل وعلى الجمال متاعهم. سيخينا كما حب هو خلى أمه في المنطقة القاحلة اللي بعدوا منها، لكن مرته كانت ذكية. وقت اللي هما شدين الرحال خلت أمه وخلت ولدها، ينعم ولدها ولد عام، خلته بحذا حمايتها وشدوا ثنية برا يمشي ويمشي لين تناصف النهار والشمس ولات في كبد السماء كما يقولوها. وقتها سخنوا حسوا بالسخانة، تعبوا، هبطوا وهبطوا نساهم، هبطوا المواشي متاعهم وقعدوا باش يرتاحوا في بقعة فيها المرعى. أكيكا كل واحد دور به صغار وعيلته. السيوخينا هذايا ندى مرته قال لها أيا جيب لي ولدي خليني ندحنس عليه ونلعب معاه ونداعبه كما العادة. قلت له ولدك ما هوش معانا. قال لها كيفاه؟ كيفاش ما هوش معانا ولد؟ وحطيته وش عملت به؟ قلت له ولدي قعد مع أمك. شنية قعد مع أمي؟ وين خليته مع أمي؟ قلت له أما خير نخليه توا بحذا أمك، ولكن نكبروا يلوحنا في الصحراء كما أنت عملت مع أمك تصدم تضرب جيدومك. الراجل ضربة ما كانت له لا على البال ولا على الخاطر من مرته، من مرته، مش مرته اللي قتله لوح أمك، مرته وعايته على أمه. ندم على عملته ورجع يجري، خذ الفرصة متاعه ويجري يجري سبق ورجع للبقعة. هاو من عويد الهوايش والحيوانات المفترسة، كي يشدوا العرب بالرحال يشدوا هما البلاصة اللي كانوا فيها باش يلقاو شي قتاتو ماكل البقية متاع الماكلة، ولا فماش حيوان مات جيفة يشد. سبحان الله يعرفوا بقعة العرب الرحل ويقعدوا في بلاصتهم. مشاه يجري يلقى أمه المنظر بالحق، تقشعر منه الأبدان، حطك الوليد البيبي في وسط الثوب متاعها من داخل كان راسه طالع باش يتنفس، وكد الذئاب والحيوانات المفترسة دايرة بيه وهي تهز وتضرب فيهم بالحجر وبالعكاز متاعها تقول لهم ابعدوا كلوني أنا، ابعدوا على ولدي، ولد ولدي الغالي، ابعدوا عليه ما تكلوش ابعدوا. ما لقى ما يقولك الراجل، نقز على أمه ويبوس فيها من راسها من جبينها من يديها من يساقيها ويطلب منها في السماح ويبكي. هزها وهز ولده وحلف بيمين ما عادش مجرد يخمم حتى باش يقول لها كلمة أف وإلا ينهرها. وعمل يا خسيب تصيب
على خطر إذا ما جاء في البقرة يجي في الحليب، يعني إذا ما جاء في اللنثة في الذرية اللي تعمله في والديك يجي في الذكر، وعمل يا خصيب تصيب. أعمل يا خصيب تصيب، هذه عبرة كبيرة الحقيقة من الحكاية هذه. هم برشا حكايات نعتبروا منها ممكن مدام نجيبها في الإطار هذه، خاصة في موضوع الأمهات، مختلف المواضيع الأخرى كما نشوفوا برشا ناس ممكن يحطوا أمهاتهم في مأوى العجز مالغزمون، ما يقراوش حصيب اللي أدري هذه الدوارة اللي مهما تعملها روش يرجع بعد إن نهار آخر. برشا عبر نجم نستخرجوها احنا ممكن من الحكاية هذه هكا ولا هاني وتأثر. حكاية مس اللي كنا في جوك احتفالي بكل حقيقة حكاية مس يعطيك صحة مدام نجيبة، هي مفهوم باش هاي بار من الحكاية لا لا من الحكاية هذي نجم نستخرج حتى منها معناها خوذ بنت الوصول لها لازمني طول اللي المرام تقعه هي اللي معناها وعاته على الشيء هذي دونك اي حنكة التصرف ديما معناها ديما هنا شو نحطه معناها احنا الراكز ونلقاه معناها في الحلقة اللي ندوره فيها نشوفه الأهمية امتاع المرأة والأهمية امتاع الأم سورتو في التعامل امتاعها، حتى كان خلينا نقوله بين ظفرين الراجل يخرج على السكة شوية هي تعرف كيفاش ترجعه كيكسوا في طريقة التعامل متاعه هذا مع والده ولا مع صغاره ولا كيفاش صغارها باش يطلعوا نهار آخر. برح حاجة نجمه نخرج بها مش بمنطق سيبين ومنطق ليه وكل قديمة فما حنكة فما تكي فما لعبة كيفية نرجع للحكمة والحنكة تقوى عندك اي بو هي طرحت موضوع الزايمر طوى مرض منتشر من الاخر وفما برشا لازم برشا لهوة وبرشا سابيل وبرشا لازم يتم يفكر روح الواحد يتفكر حتى كي يتعب ويفد ولا حاجة يتفكر أنا أمي تعبت عليا مثالش أنا طوى أنا ما خليتهاش ترقد مثالش أنا طوى ما نرقدش لازم ديما يفكر روحه أمه شضحات على خاطر وش عاونت على خاطر باش ينجم يجسم باش ينجم معناها. وهذه هو العبرة معناها روينا قلت لكم عيد الأم هيت مش نهار جست نحتفل بيها ذيك معناها سي سامبوليك هكا باش تحسس الأم بالقيمة متاعها تمشي تهزلها نهارتها هدية، أما ديما الهدية تتعطى في كل وقت تقدر الوالدة متاعك. تحية لكل الأمهات من المنبر هذا زميلنا بلال دريجي يوجه تحية للوالدة متاعه مدام جميلة هما أنغوت ماشيين المسير يوجه لها تحية ويقولها إن شاء الله ربي يفضلها ليلو وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. زاد نوجهوا الأمهات الزملاء الكل اللي موجودين معنا لهنا نوجهوا لهم تحية الناس الكل. مدام جميلة الوالدة متاع بلال دريجي نوجه لك تحية إن شاء الله كل عام وأنتي حية بألف خير تسمع فينا هي توا. سينو حمزة انت عندك ما تحكي بعد شوية عنده ما يحكي وعنده خواطر مزينة برشا الحقيقة تستنى فيكم من حمزة. سينو بعد شوية زادة ممبا وقفة صغيرة مع الموزيكا وش ناخذوا تليفوناتكم على 70-35-120 وإلى 77-88-289 نحاولوا الربح لماكسيموم زويز ولا تفاهم الناس وخلينا في خضم الوقت اللي مازال عنا وعنا منحكيه في عيد الأمهات. خليكم برانشي على 99 لحظة باش تعيشوها مع الأمهات نتاعكم وعندكم ما تسمعوا الحقيقة على الأم تتفيت خواطر مع حمزة بالشيخ. عسلامة الناس الكل، اليوم باش نحكي وما يقص علي حد وباش نغني الحب والحب يوصل بالغناء ليلها هي، أما ما يسالش ما تاخذوش علي اليوم كهو خطر باش نحكي معاها هي كهو. حكاية اليوم عندها دهور تخربش في قلبي وفي بالي وانا قاعد نمني في روحي ونقول كيفاش النجم نوفي حقها ونسعدها، وانا نعرف باللي نحكي ونعمل رني ما نوفيش، وكان نحبها فوق الحب حب ما يكفيش، قعدت بيني وبين روحي نسأل ونعاود زعمة النجم نوفي حقك ويرتاح بالي في اللي بحبها تكتب فيه برشا اشعار وغناني غنى وبمحبتها من طرف الدنيا لطرف الدنيا كبار مع صغار. أمي اللي جابتني للدنيا اللي تدلل وتكبر نقولها هم قويه صبرك على الأيام وعليا، محليك تضحك في وجهي تقول قمرة مضوية، خليني نقولك ونبوحلك بالكلام اللي إن شاء الله يوفي حقك عليا، كنت كي نمرض تبنن عليا بيدك نرتاح ويجيني شفاء، عاد قلت في روحي أمي ملايكة يديها كلها بركة ودفاء، الحقيقة
حاجة مش من الدنيا، ملايكة تعيش في السماء. كي كبرت وريت الدنيا الوان والوان، عرفت وتأكدت اللي أنا مازلت صغير. محتاج ضحكتها، ومحتاج لمستها، محتاج دفاها، محتاج بوستها، تي حتى جحرتها. يخلق الخالق ويخلق الرحمن، مازلت نحب نعيش فرداها. يامي محبتك ما تتغيرش وما تتعيرش. يامي زهات الدنيا وليت فنان، فوق البرج العالي تربعت مطمان، والناس حلت لي في الجنة البيبان. انتي احلى غناية فوق لساني ديما في بنتها، انهاية كنقولك يميمة. يامي لو كان يحطولي في دي مفتاح، يحل كنوز الدنيا نتهنى ونرتاح، ونولي أسطورة بين ليلة وصباح. ما ننسى الخيرات من يدك الكريمة، نشوف الجنة في عيونك، في عيونك انت يا ميمة. إن شاء الله نطلع فرحتك ساعات على قد ما فرحتني ديمة. مدام الجنة تحطت تحت قدامك، يلزمك تتحط فوق الراس. إن شاء الله عيدك دايم، إن شاء الله عيدك ديمة مضوي حياتي يا حياتي يا ميمة. تحية تحية لكفة الأمهات اللي مغنشي معانا على 93. جوسي نقبل نعقبوا على كلام حمزة خطر عنا تليفون لازمنا ناخذوها معانا. حاضرة معانا مدام أيمنة، مرحبا بك على موجات راديو الحياة تفهم. مرحبا مدام أيمنة. لبيس الحمد لله، عايشكم. منين تكلم فينا مدام أيمنة؟ من قروة. مرحبا بيكم بكل أهالي الخيرة. وينك؟ فيش احتفلت بعيد الأمهات؟ شريت كادو للوالدة ولا مزلت؟ والله لا شريت لها، مزلت اليوم عيد ميلادها هي بالذات. اي بي بي شقولوا لها كل عام وهي حية بألف خير. شاء الله كل عام وهي حية بخير وكل أم بخير يا ربي. أكيد أمين يا ربي، وكت زي من مع عيد الأمهات هكا كادو في زوز ميسينش، وكل إن شاء الله تربح معانا. احنا مش نبسطوا عليك، انت ديما بغنشي على الحياة فهم تسمع فينا ان شاء الله. بي شنو هي الفريكونس بتاع الحياة تفاهم؟ 90.3. وكسهلنا عليك لو ماكسيم سي يا عيني. مش ليه تفرح بايمنا نوفل؟ طب تاثر نوفل. نوفل مازال في المود. كنت تسمع ايمنا في خواطر متاع حمزه، شنو قالك فيها؟ في خواطر حمزه اللي كان توا اللي كان يقول فيها على الام. على الام هي غنيت زياد غرفه هي. اي لا لا مش سؤال هذا توا اللي كان يحكي فيه، انت ما كنت معنا في المباشر توا، الكلام المزيان اللي كان يحكي فيه على الام حمزه بالشيخ. كل كلمه مزيانه على الام هي مزيانه. اكيد اكيد ذيك، علاش نواجه تحيه لكافه الامهات، وان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل، وان شاء الله الوالده كل عام وهي حيه بالف خير. احنا مالغزمون تنجم تجي تسلم الكادو نتاعك من راجل حياه فهم، عندك هديه من عند فريقي جاي ياسم، تجي تسلم. مرحبا بك، اكيد تنجم تجي. مرحبا بك، مرحبا بك، تلقى زملاء في استقبالك انت. مرحبا بك وتحيه لكافه الامهات. نذكركم الكادو نتاع مدام ايمنه من فريقي جاي ياسم في مسيش، كل واحد شيخ من المكلمة في أقل من دقيقة. مادام نجيب في 30 ثانية، إيش قولك في كلام حمزة؟ بسني وشوي شوي في شعر على بشتها بتتبع. أي هو حتى نوفل إيش خليه نوفل ما عرفش يفرح بمدام أيمنا، هي يحط لها هكا اللي هي قعد مزيل في المود متاع شي ما صباح أثرت فيك نوفل، وتوا كيف 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 حمزة بي. كلمة واحدة نوصي بها البنات، البنات اللي عندهم ميمتهم في الدار تعبة شاقية، رغو ما نحبش نقول هالكلمة، فما عقوق صامت. شنو العقوق الصامت هذي؟ لم تبدأ تقضي الطيب في نفس الوقت تغسل في الصابون، في نفس الوقت تسيق تقري في خوهم الصغير، ما فيها باس لبنيات الصبية كي تبدأ قاعدة في الدار في بقعة تشد التليفون تقعد تحكي مع صاحبتها، تقول تقوم شوية يمين بدي أعطيني حويجة نعاونك فيها. هذه هكا هكا مدام نجيبها تمييز راهو طبعا هذا الاولاد ما فيها بيس، انت تبارك الله عندك حزيت في الدار. العقوق هذا يهم اكثر الرجال كيفاه. احنا البنات تحب ولا تكره مهما كانت مهما كانت تتعاون تتعاون ماشي روحها فما تقوى. انا قلت لك فما كيف فما، مش نحكي على لونتوراج نتاعي ولا احنا، فما عباد ما تعاونش اوكي، مي لا بلو بار نتاع البنات تعاون من ماتها. مش كون الولد حط لي فطوري ادبشي وين واعمل هي راهي تحكي صاحب تجربه عندها العزيز
كلام مدام كلام مدام نجيب صحيح في حاجة نمشي معها في هذه برك عليش خاطر هو تو تعرف مدام نجيب البنات يشدوا الانستغرام الفيسبوك وما نعرفش علاش كون يخليه ويبوزي واش يصور ويصور تدخل علي في الموضوع هذا كله تلقاه يعطيك انا لا لا انا انا راني فيمينيست معنا انا راني فيمينيست مي نعطي كل حقي حقه برشا اسمع راه مختلف هذه ايش خليو ديبال المره الجايه انا ستوريته هي هاي حضرت حاجه هاي طيبت حاجه هاي في الكوجين اصلا صرت تو الحل الكوجينات تريقل ولا مزيانات علي كلمه للولده نتاعك من بالحق انا نقولها ربي يخليك ليا سيرتوني تعبت برشا 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 معناها باش وصلت اني ربيتنا وصلتنا وكل الرجل راجل والمرأة مرأة ربي يخليها لنا تيجي فوق روسنا ونقول لها كل عام وتحايا بخير يا احلى سوليف في الدنيا نوجه تحية لمدام سوليف سينو حمزة والله ايش اقول لك انا ديجا قلت وفيت وان شاء الله وفيت وان شاء الله كفيت بالحق ربي فضلك يا امي ربي يخليك لينا تيجي فوق روسنا ان شاء الله رك بالحق باللي نعمله معاك ان شاء الله معناها رانا ما نكفيوش وما نوفيوش وربي يخليك وربي يبقيك وخليك تيجي فوق الراس كلمة ما نجمش نقولها ولا نحصر بها شنو نحب نقولها نقولها ربي فضلك وربي يعطيك الصحة ويفرحك بصغيراتك خاطر هذيك انا نعرف فرحتك انت فينا احنا ان شاء الله ربي وصلنا وين انت تحب توصلنا وربي يخليك لينا والأسطورة يا سلوى نحبك برشا ربي يفضل الامهات الكل انا تحيه الحقيقه للوالده نتاعي اللي هي تعبه وشقيه معايا برشا ما نجمش الحقيقه نكفيها ولا فيها بحتى كلام شخطو معناها تظن اللي هي تخدم معناها في الوظيفه العموميه مع مع اللي هي اي بالصغار ولا معناها لونجاجمون هي يقول لك معناها نورمالمون المراه تقول لك مدام نجيبه ممكن تشاطرني رايت تقول لك عرست بنتي تحت جامي كي ترتاح الام خاصه تقول لك عرست مرتحت اما جامي كي ترتاح تحيه لكافه الامهات اللي يسمعوا واللي برانشي على 93 واللي ديما برانشي معانا زيدا ان شاء الله ربي يرحم الامهات الكل استغلوا كل لحظه باش تعيشوها كيكو سوا مع امهاتكم والا ابائكم خاطر لحظه الفراق هي اللي تنجم ممكن حتى انت تكون ما تعبرش على مشاعرك ميسير شو استغلوا الفرص عبروا على المشاعر نتاعكم عيشوا كل لحظه بلحظه وان شاء الله ربي يحمي الامهات الكل احنا نكونوا كمان حابين نزيدوا ربحوا لي كادو نذكركم اللي غدوا مع زميلنا حسام الربحي مع الاستاذ عبد المجيد فرحان باش يكونوا فما دي كادو الربح احتفالا بعيد الأمهات في 30 ثانية ولا أقل. بربي في سما اليوم أما تحية الأمهات اللي خدم مش كل يعني مش الأم اللي هي جست تجيب صغار. فما أمهاتنا اللي برشا معلمين قرّاونا وعملونا بالحق كيما صغار هما سيدة قرّاونا تلقى حتى مرأة في الحومة تلقى مرأة ربيت صغار. أكيد أي لما تحية لكل مرأة إني ربيت صغير وتعبت عليه الكل وما ننساوش اللي جون نتاع قروين فما لتروجوان خاطر بكري قصيت كمان شربريك نتاعي لتروجوان فما حفلة نتاع ألفا وتقشيرة وبراذر هود في القروين ومدام بسمة جيران وجهولها تحية كنوفل وجه لها تحية وأنا باش نسألها يا نوفل على الكادو اسكو هزيتو لها وإلا لي نكونوا كملنا دردشتنا لليوم معاكم من نص نهار حتى المساعتين في أقل من دقيقة تجيكم الزميلة سهام حمدي في قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية ماري منصوري كوتين نقول لكم إن شاء الله نتقابل معاكم في بداية الأسبوع في 105.0 سينو برمجتنا مازالت متواصلة على حيط فما درتشتنا لنسى الكل درتشتنا على نجاحك كفاحك طموحك درتشتنا على أحلامك قوتك سحرك وجمالك درتشتنا على صحتك دارك وعائلتك